انا ما تنتشرفش انني مغربي بصراحه، لحقاش المغرب ما ساعدنيش في شحال من حاجه، اقلها الاجازه المهنيه اللي بغيت نقراها. تلقى بزاف ديال الناس دافعين، تلقى بعض المرات 3000 واحد اللي دافع باش يقرا، وفي الاخر تيهزو قسم واحد فيه 30 واحد. يعني الدوله المغربيه ما عطاتنيش شي حاجه، وانا ما مفتخرش انني مغربي.